الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، كم مدة الجمع والقصر للصلاة بالنسبة للمسافر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد دلت الأدلة على أن الإنسان إذا دخل في مسمى السفر وكان مسافرا فإنه لا يزال يترخص برخص السفر حتى ينقطع عنه مسمى المسافر، فلا يزال المسافر يترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، لأنه متى ما رجع إلى بلدته انقطعت عنه علة القصر وبانقطاعها ينقطع جوازه. والوصف الثاني أن ينوي الإقامة الدائمة الأبدية المطلقة في البلد المسافر إليه، فمتى ما نوى الإقامة الدائمة فقد انقطع عنه مسمى المسافر، فمتى ما تحقق فيك أحد الوصفين فقد زال عنك وصف السفر، وبزواله يزول عنك جواز القصر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم.